وفي مباراة ودية جرت في طشقند، المنتخب الوطني يهزم نظيره الأوزبكي بهدف نظيف. 46 دقيقة الآن مرت، هنا المحاولة، الله منتخبنا الوطني، هنا المحاولة، الله، لا 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 لا، هجوم المرتد مرة أخرى، كرة ملعوبة، هنا التسديدة، الله، ما سالت، الله، أول لمسة بجول، لمسة بهدف يا كابتن رسام، الله 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 الله، على كرة، الله على مشهد، الله على لحظة، الوفد الحاضر اليوم، الكل هنا في طشقند، فرحة طشقند، نعم في هذه اللحظات، وشير استلام، الله، المرور، فاصل مهاري، الله، هذه اللقطات لا تحصل إلا على الفيسبوك يا ولد. ونشاهد حديث لاعبي المنتخب الوطني بعد تحقيق الفوز على أوزبكستان. يمكن الكل يعرف أنها أول مرة للفريق العراقي اليوم يلعب ضد الجمهور، صار فترة تقريبا سنة وسنة ونص ما لاعبين ضد الجمهور، يعني ملعب بجمهور. الحمد لله والشكر الفريق توفق وقدرنا حصلنا فرص يعني كثير. مباراة كانت صعبة بين أرض وجماهير منتخب الأوزبكي، منتخب محترم يمتلك لاعبين محترفين، شوفين مثل ما شفت، احنا احترمنا الفريق المنافس، كان يعني طبقنا واجبات المدرب، يعني الدفاع المنطقة والاعتماد يعني على المرتد، هذه الفرق القوية يعني المستوى العالي لازم تحترمها. يمكن ثاني مره العب مهاجم فتفاجأت من انفردت. اليوم لاعبينا ما قصروا، قدرنا ناخذ المباراه من البدايه، تعرف مباراه صعبه بين ارضهم بين جماهيرهم، الجمهور كان هو رقم واحد لهم، هو دافع لهم. ظهرنا باسلوب جديد وسط يعني حضور جمهور، منذ فتره غايبين يعني على جماهير العراقيه اللي بالدوري العراقي او في شيء، ان شاء الله التوفيق يحالفنا ونصعد التصفيات. الحمد لله قدرنا نفوز واهن الشعب العراقي على هذا الفوز، وادينا كل لاعبين ادوا واجبهم بشكل جيد، رغم الرتم المباراه كان عالي جدا. مبروك لنا، مبروك للكادر التدريبي، ومبروك لاخوتنا اللاعبين على الاداء الممتاز. اكيد كانت مباراه صعبه، تلاعب فريق أوزبكستان بأرضه وبين جمهوره، الحمد لله كانت مباراة جيدة. ونتابع ردود أفعال المختصين بالشأن الكروي بعد مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الأوزبكي. لغاية الآن هو متصدر ولغاية الآن يمشي بخطوات واثقة، أتمنى بالتصفيات النهائية يكون على هبة الاستعداد، لأن هذه التصفيات أعتقد اجتازيناها. التصفيات النهائية أتمنى على الاتحاد، على الحكومة أنه توفر مباريات على مستوى عالي. أنا أعتقد يعني المنتخب الوطني من ناحية الإعداد والتحضير، يعني إعداده وتحضيراته كانت فقيرة قياساً للمناسبة والبطولة اللي يخوضها واللي يطمح أنه يصل من خلالها إلى كأس العالم. اللي نتأمل أنه الشباب يضاعفون جهودهم وهمتهم تكون عالية. بسم الله الرحمن الرحيم، مباراة تجريبية بعد انقطاع فترة طويلة، قبلها خاضوا مباراة الكويت، أكيد المنتخب يحتاج مباريات عديدة تجريبية حتى يكون بصورة الأمثل وبالفورمة يكونون لاعبين المنتخب. مثل ما تعرف مبارياتنا مباريات دوري مستمرة، يعني كل أربعة أيام خمس أيام مباراة، أصور جاهزتي اللاعبين أفضل من الفترة اللي مضت.